احنا بنتكلم المرة دي على علاجات غير تقليدية. العلاجات التقليدية المعروفة زي ما قلنا بقى بتبقى عطرات، بتبقى جراحة، دي حاجات راجعة للطبيب. ولكن هنا هو في هذه المقالة بيكتشف الكاتب انه في حاجات جديدة ممكن تساعد في علاج الجلوكوما زي تعديل المناعة ومضادات الأكسدة، ودي استراتيجيات جديدة للعلاجات الناشئة. الحقيقة إنه لو جينا نتكلم في المقدمة عن هذا الموضوع، بتستكشف الخيارات العلاجية المحتملة في مجالات تعديل المناعة ومضادات الأكسدة إنه دي بيتم اتخاذها كاستراتيجيات وقائية للأعصاب. بتمثل أول حاجة منظمات استقبال الأدينوزين فئة أخرى من الخصائص المعدلة للمناعة نمرة 2، يعني بيتكلم على حاجات بقى معدلة المناعة، بيتكلم على منظمات استقبال الأدينوزين، دي بتعتبر فئة من الفئات المعدلة للمناعة. حاجة الغريبة بيتكلم على الكافيين في نماذج القوارض للجلوكوما، أظهر التدخل العلاجي به انخفاض في التهاب العصب من خلال انخفاض تنشيط الخلايا الطبقية، مما أدى إلى في النهاية إلى الحفاظ على الخلايا العقبية الشبكية. بالإضافة إلى ذلك قد ثبت أن إستر فينيثايل حامض الكافيين عند إعطائه لنموذج قوارض الجلوكوما بيقلل من التعبير عن السيتوكينات المؤيدة للالتهابات. تم اختيار المواد البيولوجية أيضا كخيارات دوائية محتملة في الجلوكوما لقدرات على تعديل الالتهاب. على سبيل المثال الإيتا نيريسبت، وهو جسم مضاد وحيد النسيلة. قلنا قبل كده ايه هي الاجسام المضادة وحيد النسيلة. تم موافقة على هذا الدواء البيولوجي لعلاج امراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويد والتهاب العقار اللصق. وفي نموذج الجلوكوما لدى الفئران ثبت ان اعطاء الايتا سيريسيب بيعمل على انخفاض في تنشيط الخلايا الطبقية والحفاظ على الخلايا العقبية الشبكية. وبيتكلم برضو بيقول انه في سياق الادوية البيولوجية لعلاج الجلوكوما استعرض جاييرو ليفو على نطاق واسع، ده اسم شخص، الادبيات الحالية فيما يتعلق بالجوانب المناعية الذاتية للجلوكوما. اقترح ان الادوية المعدلة للمناعة المعتمدة على لامراض المناعة الذاتية وحيدة النسيلة زي مثبطي الجانوس كاينيز ومضادات السيتوكينات ورينوكسيماب بتكون مناسبة لإدارة الجلوكوما. وقد افاد البحث مصمم لاختبار حقن رينوكسيماب داخل الجسم الزجاجي لعلاج اورام الغدد الليمفاويه الشبكيه، ان الاجراء قد يؤدي عن غير قصد الى ارتفاع ضغط العين، مما يستلزم استخدام ادويه مضاده للجلوكوما بعد الجراحه. فئه اخرى من المركبات اللي تم اختبارها كمنظمات للمناعه للجلوكوما هي مجموعه مثبطات الفوسفودايستريز غير الانتقائي زي الايبو ديلاسيت، وبيثبط تنشيط الخلايا الطبقيه وتكوين السيتوكينات الالتهابيه. والحاجه الغريبه جدا استخدام السلدنافيل، تم التحقيق في السلدنافيل له فوائد بسبب تاثيراته العلاجيه للامراض الاوليه للاوعيه الدمويه في نموذج القوارض المصاحبه اللي هي المصابة بالجلوكوما عن طريق توسيع الأوعية الدموية. هنا بيتكلم على دور السلدنافيل اللي هو الفيجرا في علاج الجلوكوما، وفي بعض الآراء الأخرى بتقول إن هو بيسبب في الجلوكوما، في رأي ورأي الآخر. هنتكلم بعد كده على تحقيق في مضادات حيوية كطريقة تعديل مناعية محتملة لإدارة الجلوكوما. كل دي بنقول ان هي علاجات جديدة مبتكرة قيد البحث، وبنحب نشوف الخبراء والاخصائيين في هذه المجالات يقولوا لنا هل فعلا فيها اخبار عن استخدام هذه الانواع من الادوية ولا لا. مع السلامة.